نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت فوائد صحية مذهلة لعصير البقدونس. يعد البقدونس كنزاً صحياً، فهو يحتوي على خواص علاجية لعدة أمراض مثل أمراض القلب والكليتين والجهاز الهضمي وأمراض النساء، إضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة. أما العصير المستخلص من البقدونس فهو يعد من المشروبات التي تنقي الجسم من السموم، إضافة لخصائصه العلاجية الجديدة. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت طبيب يحذر من شرب الأطفال للمياه الغازية. جاء في التفاصيل: حذر الدكتور أحمد عبادي استشاري طب الأطفال بجامعة عين شمس من شرب الأطفال الصغار للمياه الغازية في مراحل عمرية مبكرة، نظرا لما تمثله من خطر وتهديد على الصحة العامة للطفل وإصابته بالكثير من الأمراض. وأبرز الأمراض التي تصيب الطفل جراء تناوله المياه الغازية هي السكري وهشاشة العظام التي يمكن أن تصيبه منذ السنوات الأولى من حياته اعتبارا من عمر عامين. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت فنجان قهوة مع الشرطة لتعزيز ثقة الجمهور بها. وتناول الخبر أنه أطلقت السلطات الأمريكية مبادرة في العديد من المدن لتعزيز ثقة الجمهور بالشرطة، وتتمثل المبادرة في تقديم دعوة لشرب فنجان قهوة مع أفراد من أجهزة الأمن. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت وفاة صحفية يابانية بعدما عملت 159 ساعة إضافية. وفي التفاصيل: تعهدت محطة التلفزيون اليابانية العامة تعديل طريقة العمل فيها بعدما كشفت أن إحدى الصحفيات الشابات فيها توفيت جراء أزمة قلبية بعدما عملت 159 ساعة إضافية في خلال شهر. وعثر على جثة الصحفية التي كانت تغطي الأخبار السياسية في طوكيو في سريرها في تموز يوليو عام 2013. أخيرا مع صحيفة الخليج التي عنونت نصف أدوية السرطان بلا فائدة. كشف باحثون في بريطانيا أن معظم أدوية السرطان التي خرجت مؤخرا للأسواق من دون فائدة ولا تساعد المريض على الشفاء، حيث وجدت دراسة أن ثلثي الأدوية التي تمت الموافقة عليها لا تحسن صحة المريض، وأضافت أن 10% فقط من هذه الأدوية أنقذت حياة المرضى الذين أجريت عليهم. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.